السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفين هكديزات، قناة أخبار كرة قدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. كما وعدناكم وسنوفي بوعدنا بإذن الله، سنحاول كل يوم نقوم ببث حلقة لفتح مهرج البلاطوهات الكادياس المدعو مقزوزي. حصة اليوم خوتي، درنا لكم آخر فيديو واليوم نزيدكم الفيديو الجاوز إن شاء الله. سنوضح للرأي العام حقيقة هذا زعيم الطائفة البلماضية، زعيم الطائفة البلماضية اللي يتهم الناس بالباطل وبالباطل، وأتحداه للمرة الألف أن يثبت ما قاله، أتحداه أن يثبت بالألف أن ما قاله صحيح عن شخصي أو عن الصحفيين الآخرين اللي كما يقال معارضي بالماضي. هو يقول أعداء بالماضي، احنا المعارضة رجعت عداوة في الجزائر، هادو قسموا الجزائر. اليوم التاريخ لن يرحم، التاريخ احنا عندنا الأدلة باللي هو قبل ما جاء بالماضي وقبل ما جاء هو احنا اللي جا زتشي، رجع مناصر وفي للمنتخب الوطني. قبل ما جاء زتشي كان عدو المنتخب الوطني، وبالأدلة جبت لكم اليوم دليل فاس فاس. دليل هو يهدر، وواحد يهدر ويقول له باللي انت يا تلاقيت معاك وكذا وكذا وسيبورتيت وعائلت لي جوار تاع لاجيري وصفتهم بالفرنسيين وصفتهم باللي ما يمثلوش الجزائر وفضل تعاير فيهم وباللي هادو هذا. اسمعوا معنا الفيديو اللي بوتا في قناة نقطعك لو يكون الكلام يعني خارج الكلام الرياضي او لا نقطعك لو يكون الكلام يعني خارج الكلام الرياضي او شيء اخر. ما اسمح باسكو انا خلص فيك، انا شي طروق، انا ما خدمش في طروق يطرح حسين. طالعك ما تغلطش معايا، طالعك كنت غلطوا، انا ماشي شرجال، انا راني نشوف بليك انتم عقارين، انتم عفونات باقونات. يا وانا انا 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 ما انا ما سيبورتيتش بلدان اللي لعبوا ضد بلادي. الا تتذكر ونذكرك بها نهار اللي لقيتك في ملعب 5 جويليه خارج وانا داخل بالسياره وكانوا معايا 4 اشخاص مازالوا شهود، قلت لك وين راك رايح؟ قلت لي انا ما نشجعش المنتخب الفرنسي. قلتها لي ولا ما قلتهاليش؟ في ملعب 5 جويليه المنتخب الفرنسي هذا هو اللي هذا اللاعبين اللي شكيت انت في الوطنيه نتاعهم هما اللي جابوا لك اليوم كوب دافريك، هما اللي جات تسمح لي هما اللي جابوا لك اليوم كوب دافريك. اليوم شوف انا ما نهدرش هدره اللي يهدروها هذه الجزائر بلادي مهما كانت بلادي، وإن جارت علي فهي بلادي. نبقى أنا هذا حسين. فوالا سمعتوا حسين جنات كان في ديبا هو وياه هذه الحصة وهذا التصريح، وين تبي تكون فيها هذا التصريح؟ كان بعد نهاية عهدة زتشي والقرار الذي قال بلي زتشي ما يجيش يكتب اتحادية، وكان من أشد المناصرين، كان عايش في الحياة يدي فوندي غير بالماضي. بصح انت شوفوا هذا كاش نهار التاريخ يهضر، كاش نهار هذا المهرج دي فوند على واحد وبقى اللي دي فوند عليه يروح اللي باسكو ما عندكش لا كريديبيليتي، ما عندكش المصداقيه، الدوله ما تسمع لكش. لو كان يسمعوا لك جماعه مع الهايش راهم يخدموا بك، يجيبوا بك ليفي وصاي معزوزي في حل معزوزي وطني. لا 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 هذا التصريح باسكو انت درت حمله باش زتشي يبقى يزيدوه موندا، ما بقاش. وحنا قلنا ذاك الوقت باللي زتشي ريب الكره الجزائريه وريب الاتحاديه وردنا ما نسوش بصله في لاكاف وانسان تاع عصابات. والحمد لله الدوله سمعت لنا وتنحى زطيوش ذاك الوقت، وما كانوش فايقين بحقيقه بالماضي، لكن مع الوقت الدولة فاقت الحقيقة المقدس تاعكم نائب المال العام المقدس اللي باغي يدير اجيل الفيفا.
هذاك الوقت قابلك جنات في وجهك وقالك باللي تلاقيت معاك انا كنت داخل ملعب 5 جويليه وانت خارج قلت له ما سيبورتيش الجوار تاع فرنسا هذه ماشي ايكيب ناسيونال تاع الجزائري هذه ايكيب تاع لي فرونسي ودروك راك تنيف على ماندي وتنيف على محرز وتنيف على الجوار تاع الخارج وتقول باللي ماندي مسكين خالوق وماندي دا مش كنت تقول باللي ولاد فرنسا دوك نجي نجيب لك الفيديوهات اللي كنت تهضر على مجاني دوك ندير لك حلقه على مجاني كنت عيط له كارل باكا جايك يقول لك غادي نستمتع بك غادي نتوقت بك غايه قلت لك غادي تخلصها معايا بالقوت ابا انت يا تهضر على باللي حنايا نكرهوا الجزائر وحنا حنا هاد داري قال لك فاس باس وزيد ناس عيطوا لي ناس بزاف نهار الماتش تاع لاجيري الكاميرون في 2016 و 2016 من درنا مع الكاميرون الجوله الاولى تاع تصفيات كاس العالم تاع 2018 من البارتيه كملت نيل وانت كنت مجمع حدا التريبي الاوفيسيال والناس شافوك تضحك قلت لهم واه هذه ليكيب هذه ماشي ايكيب هادو ليكيب تاع فرنسا ان شاء الله ما يكاليفوش صح ودوك تهضر بلي حنا اعداء انت اللي كنت في الشروق عايش نايض تعرف لي زيميرو تقول هذو الجوا جابهم راه في الدراهم وجابهم بالاشارات ماشي انت ولا انا ماشي انت ودرك كنا حنا اعداء حنا كنا نهضروا كوتي تكنيك حنا كنا ننتقدوا بالماضي على التعجرف تاعو والتغطرس حنا ما هضرناش على اللي جوا جامي دخلنا في مصداقيه اللاعبين حنا قلنا بالماضي يبغي الجزائر ما يسانيش باسبور فرونسي هذا ما كان حنا ما قلناش بالماضي فرونسي قلنا بلنا باللي ما صافي با يسني العق تاع بالجواز الفرنسي صافي با يسني بهذا المبلغ الضخم صافي با يطيع على الناس صافي با يتعجرب صافي با يعين رؤساء الفاف قلنا له لازم تكون ناخب وطني مش مستولي على الاتحاديه انت ما عجبكش الحال وهرج عجبكش الحال هذه بالدليل الحي حسين جنات قال لك في وجهك لايف قال لك قلت لي باللي ما نسيبوتيش فرنسا ومن بعدها وليت تشيت لحسين جنات ولا تجمع في البلاطو تقول اخ حسين لو كان جيت راجل وفحل تقول له هذا الكلام ماشي صحيح ولكن طفيت الضوء وحسين جنات عطاك وين يسرد حسين رجله وليت تجمع في البلاطو تقول اخ حسين ها حسين قال لك انا ماشي مشكل يجي يوقف معايا وبتاع يخرب انطردقو وليت تمشى كي انا كاع البلاطو شتكم درتهم مع حسين كاع ما نطلعش قعدت تبربر فيه اخ حسين ايه قلت لك بلي مهرج قلت لك انا خربت فيا انا شتكوت كنت تحلل في دي زياده نيوز وتنباع وتجاه ما كنتش خليتك تنباع تشكر بالماضي من حقك تشكر بصح باش تخونوا الناس تخونونا وتردونا خوانا وتردونا اعداء اوا هادي ما فوت عليكش مي كنت تهضر هادو لي مولي فاتو ما حكيتش معاك قلت لك تنبع اشكر على روحك طيب خليني منه هذا راه يشكر خلي يشكر على روحه من حق تشكر بالماضي بصح تخوننا وتقول الاعداء اهواه هذه ما فهمت علاش مهرج وغادي نشوف غادي ندير لك حلقه على السفاريه تاع ليزما اللي خلصوها عليك ندير لك حلقه كومبلي عندي زياره نشوف كيما يقولوا لي الزفر راهم يجوني عليك تاع شهر راهم يعيطوا لي من صحافيين من مدربين من مسيرين راهم غير يبعثوا لي في الدواسه عليك انا لا عندك دوسي عليا اخرج واهدر ما عندناش انا صافي عليك فهمت المهرج انا صافي عليك انت مهرج اون بليس كاتياس من الاخر انت كاع في القبائل ما يحبوكش دوك نجيك على لاسوسياسيون تاع فكروني بها جماعه اللي عندها معلومات يبعث لي تاع ديك ليفاسا اللي يديرها تاع داك المغني القبائلي نسيت اسمه يا ربي استغفر الله والله نسيتو عطاك تيفو بنادم ولا ينسى ماشي معطوب للناس هاك لا ليفاسا راك ديرها والفونداسيون اللي راك دايرها وي زافر راك ديرهم بها تاع معطوب للناس وانت ساك شاك عام دير لانيفيرس ودي تولوا دونك نجيك عليا وندخل لك ونجيب ريجيس كوماج تاع الشركه تاع التنظيف اللي درتها في تيزي وزو ني جايك راني جايك مهرج وجبت لافير تاع الاورو هاي عندي لافير تاع الاورو يا حوجي قولي غير نوي نعطوك تواصى عليه انا شبيك انا ما عنديش دوسي انا انسان قليل حشيشه طالبه معيشه حنا في وراه نقولوا قليل شغل متواضع حد روحي نمشي قيس
خاطيني انا على باسكو قال لي في الشرق يقول حسبه الله، احنا عندنا في الوهران قال لي انسان متواضع عاقل. الناس قلالين شي شاطر بها معيشة، ما كلينا ما شربنا، ما انا في حياتي ما ديشتوني تعليك النصر في حياتي تيكو تعليك النصر ما ديتاش ما عندي جوال ولا ما عندي فيدراسيون. جيت تهضر عليا انا تضل تشيت لعصابة سيدي موسى، انت تشيت لزطيوش، راني جايك بيهمتتكم تاع باللي السيد كان يسيبورتي في فرنسا، سيبورتي في ليزادفيرسير تاع الجزائر وما سيبورتيش لالجيري، ودروك يهضر على العداء ويهضر على اعداء الوطن وفرحوا بالماضي. التاريخ لا يرحم مهرج، تحياتي وانتو تريفي لالجيري. ايوا